صحيح من الذوق أنك إذا في مكان رسمي تلبس لبس رسمي، كل مكان له ملابس تناسبه، بلاش نخربط الدنيا. يا سلام، من الذوق العام أنك تحافظ على زيك وعلى نظافتك في المدرسة، هذا من الذوق العام. من الذوق العام المحافظة على كتبك ودفاترك، من الذوق العام. تخيل لما أدخل فصل أحصل الفصل كله مرتب، طلاب مرتبين، شنطهم مرتبة مش معدومة مش مقطعة، هذا من الذوق العام كذلك. ترى ذوق عام يعتبر، ترى الذوق صحيح، ترى هي شعرة ما بين حرية شخصية. ترى بعض الناس عنده مشكلة يعني يقول هذه حرية شخصية، لا، هي شعرة ما بين الحرية الشخصية. الحرية الشخصية الشيء اللي ما يشوف إلا أنت، يعني أنت بالغرفة وقاعد تسوي حاجة خطأ، هي حاجة خطأ بس حرية شخصية لك ولنفسك. أنا طبعا ما حتكلم عن الحرام، لكن هي حرام في الأخير، حرام تعاقب عليه، يعني الذنب عليها تحاسب عليه، تحاسب عليه أمام الله. لكن أتكلم على ذوقيات بصفة عامة. لكن أنك تسوي في حديقة حاجة تقول حرية شخصية قاعد أرقص، حرية شخصية قاعد ألبس ملابس خادشة للحياة، لا، ما بحرية شخصية يا حبيبي. أنت قاعد يشاركك الحديقة 100 واحد، 200 واحد، 1000 واحد. فرجاء نفرق، هي شعرة ما بين الحرية الشخصية وما بين الذوق العام.